انا تبارك ضرب على البطاطا هالكاليبر ديال الحتة تبارك الله. اه معاك سير على الله الدوفيت خا. هذا هو المصيد. هاجي نكتشف شنو فيه. هذا المصيد هذا شنو كيقيس فيه مثلا السيستا؟ السلام عليكم. كنا جالسين انا والرئيس مراد ما علينا ما بينا تجاني تليفون اخبار الموت. توفت لنا واحد السيده من العائله. انا مضطر دابا راه غنشد الطريق دابا هذه تقريبا شي 2:15 غادي نشد الطريق لسله وغادي ندوز معهم اللي كتب الله داكشي اللي علينا وغادي نرجع ان شاء الله عند الرئيس مراد واحد يومين ثلاث ايام غادي نرجع قدر الله وما شاء فعل. ان لله وانا اليه راجعون. هذا الشيء اللي غادي نديرو. ايوا دابا راه بغيت نعيشكم معايا هاد اللحظات هادو تما واخا لحظات حزن ولكن تعيشوا معنا الفرح والحزن كلشي اي حاجه كنعيشوها. احنا في الصحراء ما علينا ما بينا. جا تليفون انا غنديماري غادي نرجع لسلا وتعيشوا معايا هادشي تا هو كامل. تحياتي واحتراماتي للجميع. انا دابا يلاه دخلت للدار البيضاء هادي تقريبا جوج تولوت. انا دخلت هادي الدار البيضاء كما كتشوفوا هادي راه جوج تولوت ديال الليل. السيدة اللي توفات كاينة في سلا مقدرش نكمل تا سلا غنبات هنا في كازا والصباح غادي نمشي لسلا لان منين خرجت من الوطية ما وقفتش وقفت شي خطرة وحدة ودابا فعلا حسيت براسي عيت. غندخل للدار غنعس في كازا الصباح عاد غادي نمشي ان شاء الله وهادشي كله غتعيشوه معايا. تحياتي واحتراماتي. صباح الخير خوت. انا دابا يلاه ارتحيت شويه غنتوكلت على الله. انا دابا في بوزنيقه تقريبا غندخل سلا باش نديرو الواجب مع ديك السيده اللي توفات نمشيو للروضه نفنوها نقومو بالواجب ونعاودو نشدو الطريق للوطيه. عيشوا معايا هاد المغامره هادي تاهي. السلام عليكم أهل الديار من المسلمين المؤمنين. أنتم السابقون اللاحقون. نسأل الله لنا ولكم العافية. ومشينا أدينا الواجب الحمد لله يعني درناه ودابا غادي نشدو الطريق إن شاء الله. خمسة ديال الصباح هادي ها هي أنتم الخوت. خمسة ديال الصباح غادي نشد عاوتاني الطريق للوطية نقولو غنوصلو مع 2:15 إلا موقفناش مع الوقوف وداكشي 3:45 إن شاء الله. يلا الخوت تحياتي واحتراماتي نبداو عاوتاني المغامرة ديالنا ويلا هو معانا. الحمد لله وصلنا على خير وبخير. احنا دابا في الكومبينغ. انا راه يلاه رجعت من ديك الجنازة. انا دابا في الوطية غادي نتكى نعس شوية راه كما شفتو معايا في الفيديو من 4:30 ديال الصباح. هادي راه قلت تقريبا شي 6 يلاه وصلنا. غادي نتكى نعس شوية غادي نوضو نديرو عشية ودنا وان شاء الله بإذن الله غادي نبداو في الصيد وغادي تعيشو معنا أي حاجة بالتفاصيل. خليكم معنا. غادي دابا تقريبا شي 8:30 بحال رخاوي غنمشيو غنجمعو طعيمة وغنتوكلو على الله لواحد المصيد إن شاء الله ما عمرنا زرناه. غنمشيو مع واحد الرئيس غادي يوريه لينا إن شاء الله الرحمن الرحيم ونتمناو يكون فيه الخير. يلا يلا سي مصطفى على مولانا أكشن توكلوا على الله ان شاء الله سي مصطفى. اللهم يسر على الله كلشي في راجل ان شاء الله. هذا المصيد هذا شنو كيقيس فيه مثلا سي مصطفى؟ كاين الكوربين وكاين الكويرا وكاين كلشي الشرهول حداد درعي كلشي كاين الحمد لله. والله يجيب سمينا الرئيس اللهم اكتشفوا هذا المصيد هذا اليوم ان شاء الله. يا بسم الله
الحمد لله نزلنا في امان الله. هذا هو المصيد، هاجي نكتشفوا شنو فيه. اول مره غنزيد هذا المصيد، راه هو الشرقي ديال الوطية تقريبا بواحد 25 كيلومتر شرقي الوطية. هو ربع ليا هنا التهراس التشلال. ايوا نشوفوا مع الرئيس مصطفى اش كاين. تحياتي السي مصطفى، الله يكبر بك السي مصطفى. هنا هنا كتكون الدبدوبه وكتكون النبيره. تحياتي، راه خلوه زوينه، هذه خلوه زوينه. هذا هو المصيد، هانتوما اللهم بارك. العوامات ابو زروق اللهم بارك. ها المصيد حي تبارك الله. يا سلام يا سلام. دابا غادي نقادو المسائل ديالنا مونطيو ونتوكلوا على الله. على مولانا على مولانا. سريدنا تم الحين. عنا مولانا الله يسهل الامور. صحة الرئيس مصطفى، بارك الله. غنشوف لك شي بياسة. كاين البياس الحين، كاين الكبر من هذا ولكن يفتح يا رزاق بعدا ياك. سير على الله الرئيس مصطفى. ها الاخر حبسها. سير على الله الله الرئيس مصطفى. صحتو. هو جر الطعمة، جر الطعمة وخلاه طعمي ليه بالبيوضة. جر الطعمة ايوا، ما دارتش فيه السنارة، ما فيها باس، نعاودو ليه ان شاء الله. الله تعالى، الله تعالى يفتح يا رزاق، يفتح يا رزاق، يا نسخر في الأرزاق. اللهم يسر يا بسم الله، يفتح يا رزاق، يا ربي تسهل. كحل هز عند الكاميرا، هز. صحتوك، صحة والراحة السي مصطفى. على الله 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 على الله. معك سير على الله. يدو في يد خو هذا غليظ. سير على الله. صحتو غليظ تبارك الله. هذه بياسه زينه. صحه وراحه سميس روح حداد. صحتك الرئيس مصطفى، صحتك. الله يحفظك. سقيل هنا الرئيس مصطفى ياك، ما قاس علينا والو هنا ياك. المصيد تحولوا ان شاء الله على مولانا. اللهم يسر. يلا يلا. هذا المصيد هذا ما بقاش قاس علينا فيه. ايوا غادي نتحولوا، غنتحولوا من هذا المصيد نشوفوا مصيد اخر ان شاء الله بإذن الله. اللهم يسر ولا تعسر.
على الله على الله. على الله. على الله على الله على الله. لا ما خليتوش يرجع للحجر. بياسة زينة بياسة زينة. بالعقل حتى غيطلع. بالعقل. نحلبوه. جاب مجمون من الحجر مسكين. هاي عزي عزي مسكين. هنا بياس من قود الرئيس ياك ماشي بحال هي. هو مسكين كحل. هو مسكين كحل كحل كحل. فين طاح؟ في البر. كتاب عليك تموت. هالكاليبر ديال الحداد تبارك الله. اللهم بارك. بدات القضيه كتربح. اللهم يسر اللهم يسر. ما بغاش يعطي شرغو هذا واقيلا. شرغو هذا واقيلا ياك. لا حداد حداد ولكن غليت تبارك الله. شرغو. شرغو 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 الرئيس. شرغو 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 تبارك الله. اللهم بارك. اللهم الدنقير. هذا هو الدنقير. تبارك الله وصلنا بك خير مولانا. انا تبارك ضرب على البطاطا. صحتو صحة والراحة. صحتو خير مولانا. والبريريد البريريد. نعم سيدي. واللي بغى يجي الخوت مرحبا به. وحنا دابا كنعدلو في الجو برو باش نحطوها بلون فيكس باش تعيشوا معنا ان شاء الله. هاي الجو برو دابا غادي يكون بلون فيكس يعني غتعيشوا معنا الاجواء كامله باذن الله. يلا خليكم معنا. بارك الله خير مولانا ياك الرئيس. خوت تحياتي واحتراماتي. كما كتشوفوا وصل المغرب الحمد لله خير الله. كما كتشوفوا في الفيديو تبارك الله قصرنا مزيان. وهذا المسجد هذا عرفنا به السي مصطفى الله يجازيه بخير. وراه هو كما قلت لكم في الاول في الفيديو راه الشرقي ديال الوطيه راه تقريبا بعيد بشي 25 كيلومتر. تحياتي واحتراماتي للجميع. ونعطيو كلمه للرئيس مصطفى. السي مصطفى الله يجازيك بخير. مرحبا بكم. مرحبا بكم. الله يحفظك ويجزيك. الله بخير. خير كثير هذا. خير خير في هذه الارض الحمد لله. خصنا نحافظوا عليها ونديروا نحافظوا على البيئه وهذه. تماما تماما. راه نجيو نسيدوه. تماما تماما. وهذا المصيد راه في الحوت المنوع. كما كيشوفوا في الفيديو راه الشرغو الحداد النبيره. واحد المقيله ديال الشخار حتى هي. الشخار كبير الله يرحمه. تماما. وبنين بنين. واشنو. في المقله بنين. تحياتي واحتراماتي السي مصطفى. بارك الله. الله يحفظك. خوت
باقي الفيديو ما كملش، غادي تتبعوا معنا الطريق ديال الطلوع، غنوصلوا ان شاء الله للكامبينغ، غنديروا العشيوه ديالنا، وهادشي كله غتعيشوه معنا، خليكم معنا ما تمشيو فين. وقت السياقه وليت انا الليل يا حبيبي، اوه الا بغيتي تسيب بها ما خصكش تبعها. ها؟ بركه يا خير الله الدين. والصراحة العادة ما كيف سبيل الحوت تيهول العادة بالخوت.